بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الصف الخامس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مستر علاء الخضري ومادة العلوم. درس النهاردة التدريب الثاني على الوحدة الرابعة، المفهوم الأول. أكمل العبارات الآتية باستخدام الكلمات بين القوسين: من المعادن التي تنجذب للمغناطيس النيكل، النحاس. الإجابة الصحيحة النيكل. بزيادة المسافة بين الجسمين نقط قوة الجاذبية بينهما تزداد تقل. الإجابة الصحيحة تقل قوة الجاذبية بينهما. الجاذبية تمثل قوة دفع سحب. الإجابة الصحيحة قوة سحب. الأجسام الأكبر كتلة، أقل جاذبية أكبر جاذبية. الإجابة الصحيحة أكبر جاذبية. عندما تقفز لأعلى فإنك تسقط إلى الأرض مرة أخرى، ما السبب في ذلك؟ السبب في ذلك قوة جاذبية الأرض التي تسحب الأشياء لأسفل. تخير من العمود باء ما يناسب العمود ألف. الجاذبية قوة الجذب التي تنشأ بين الأجسام بسبب كتلتها. المد والجزر يحدث بسبب جاذبية القمر. مقاومة الهواء قوة تؤثر في عكس اتجاه حركة الجسم وتقلل من سرعته. المغناطيسية قد تكون قوة سحب أو قوة دفع. صوب ما تحته خط. الأرض هي مركز المجموعة الشمسية. الأرض خطأ والصواب الشمس. كلما زادت كتلة الجسم قلت جاذبيته. قلت خطأ والصواب زادت جاذبيته. كلما قلت المسافة بين الأرض والجسم قلت جاذبيته. قلت خطأ والصواب زادت. صل من العمود ألف ما يناسبه من العمود باء. الجاذبية قوة جذب الأجسام. الاحتكاك قوة تنشأ بين جسمين وتبطئ من حركته. الكتلة كلما زادت زادت الجاذبية. اكتب المصطلح العلمي المناسب. طريق على شكل بيضاوي تسير فيه الكواكب حول الشمس. المدار قوة تنشأ بين سطحي جسمين متلامسين. الاحتكاك أكمل بكلمة مناسبة. الكلمات: المعدل، زادت، الهواء. تبطئ مقاومة نقط من سرعة الأجسام. مقاومة الهواء تسقط الأجسام بنفس نقط مع عدم وجود مقاومة للهواء بنفس المعدل. كلما قلت المسافة بين الأرض والجسم نقط جاذبيته. زادت جاذبيته. ماذا يحدث لو انعدمت الجاذبية بين الشمس وكواكب المجموعة الشمسية؟ تسبح الكواكب في الفضاء بشكل عشوائي. ضع علامة صح أو علامة خطأ أمام العبارات الآتية: تتحرك جميع الأجسام نحو الأرض بنفس المعدل. العبارة صحيحة بغض النظر عن مقاومة الهواء. الجسم الأثقل يسقط بمعدل أسرع من الجسم الخفيف. العبارة خاطئة. الجسمان يصلان معا بغض النظر عن مقاومة الهواء. تبطئ مقاومة الهواء من سرعة الأجسام. العبارة صحيحة. اكتب المصطلح العلمي المناسب. هي القوة التي تبطئ من حركة الأجسام في الهواء. مقاومة الهواء قوة تنشأ بين سطحي جسمين متلامسين. قوة الاحتكاك ضع علامة صح أو علامة خطأ أمام العبارات الآتية: الجاذبية تعمل على استقرار الأجسام على سطح الأرض. العبارة صحيحة. قوة الجاذبية تسحب الأجسام إلى أعلى. العبارة خاطئة. إلى أسفل. أي جسم يسقط إلى أسفل
يكون بفعل الجاذبية الأرضية. العبارة صحيحة، القوى هي سبب حركة الأجسام. العبارة صحيحة، تسبب الجاذبية في حدوث قوى سحب. العبارة صحيحة، يجذب المغناطيس بعض المعادن مثل الحديد. العبارة صحيحة، قوة جاذبية القمر أكبر من قوة جاذبية الشمس. العبارة خاطئة، قوة جاذبية الشمس أكبر من قوة جاذبية القمر. يمكن رؤية الجاذبية وملاحظة آثارها. العبارة خاطئة، لأن الجاذبية قوة لا يمكن رؤيتها. أكمل بكلمة مناسبة، الكلمات هي: المعدل زادت الهواء تبطئ مقاومة نقط من سرعة الأجسام. مقاومة الهواء، تسقط الأجسام بنفس نقط مع عدم وجود مقاومة الهواء بنفس المعدل. كلما زادت مساحة الجسم المعرض للهواء نقط مقاومة الهواء، زادت مقاومة الهواء. ماذا يحدث عندما تزيد مساحة الجزء المعرض للهواء أثناء سقوطه من مكان مرتفع؟ تزداد مقاومة الهواء فتقل سرعته. اختر الإجابة الصحيحة مما يأتي. نقط هي القوة التي تبطئ من حركة الأجسام في الهواء: الجاذبية، مقاومة الماء، الكثافة، مقاومة الهواء. الإجابة الصحيحة مقاومة الهواء. اعتقاد أن الجسم الأثقل يسقط بمعدل أسرع من الخفيف. اعتقاد خاطئ، صحيح، أكيد. الإجابة الصحيحة اعتقاد خاطئ. كلما زادت مساحة الجسم المعرض للهواء نقط مقاومة الهواء، قلت، زادت، ضعفت، غير ذلك. الإجابة الصحيحة زادت مقاومة الهواء. قوة تنشأ بين سطحي جسمين متلامسين: الجاذبية، القوة المغناطيسية، الاحتكاك، الكتلة. الإجابة الصحيحة الاحتكاك. تتسبب نقط في إبطاء سرعة الجسم أثناء سقوطه من مكان مرتفع: الجاذبية، القوة المغناطيسية، مقاومة الهواء، الكتلة. الإجابة الصحيحة مقاومة الهواء. نقط من المواد التي تنجذب إلى المغناطيس: الحديد، البلاستيك، الورق، الزجاج. الإجابة الصحيحة الحديد. تقل سرعة السيارة عند الضغط على الفرامل بسبب قوة: الجاذبية، الرياح، الاحتكاك، الدفع. الإجابة الصحيحة الاحتكاك. رتب قوة الجاذبية للكواكب التالية: القمر، كوكب المشتري، كوكب الأرض. أكبر جاذبية كوكب المشتري لأن كتلته أكبر، ثم الأرض، وأخيرا القمر. الترتيب حسب الكتلة. بم تفسر: تدور كواكب المجموعة الشمسية حول الشمس وتنجذب لها بسبب قوة جاذبية الشمس لأنها أكبر من قوة جاذبية الكواكب، فتحافظ على بقاء الكواكب في مدارات ثابتة حول الشمس وتنجذب لها. اصطدام أمواج المياه بعضها ببعض يمثل هذا تفاعلات الغلاف المائي، الجوي، الأرضي، الحيوي. الإجابة الصحيحة المائي. يؤدي سوء جودة المياه في المسطح المائي إلى نقط التي تعيش فيها: تنوع الأسماك، زيادة عدد الأسماك، وفرة الأسماك، نقص عدد الأسماك. الإجابة الصحيحة نقص عدد الأسماك. تحتوي نقط على مياه صالحة للشرب: البحار، الأنهار، الخلجان، بحيرة البرولوس. الإجابة الصحيحة الأنهار. تعتبر النباتات من الموارد نقط على سطح الأرض: الصناعية، غير المتجددة، المتجددة، القابلة للنفاد. الإجابة الصحيحة المتجددة. تضع الحشرات بيضها في البرك يمثل هذا تفاعلا بين الغلافين: الحيوي والغازي،
المائي والحيوي، الحيوي والأرضي، المائي والأرضي. الإجابة الصحيحة المائي والحيوي. إن شاء الله الدرس القادم الدرس الأول على المفهوم الثاني للوحدة الرابعة، دوران الأرض حول محورها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.